السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه صباح البركات. هنتكلم عن الجونه وعن رامز امير وعن رانيا يوسف. رانيا يوسف اللي رجعت بالفستان بتاعها تاني اللي كانت لابساه وعمل مشكله، بس المره دي لبست بنتها. ورامز امير اللي هو بقى بيعرض اللياقه البدنيه بتاعته وجسمه. وانا برضه النهارده جاي لكم بلبس رياضي عشان احضر معاكم الختام بتاع المهرجان ونتفرج مع بعض على رامز الاول ولا على رانيا. يلا نشوف رامز الاول. ودلوقتي بعد ما شفنا رامز امير وهو بيستعرض جسمه في اللياقه البدنيه، هو اساسا بيلعب لياقه بدنيه ومحترف جدا وليه افلام كتيره جدا عملها واستعرض فيها اللياقه البدنيه، فتعالوا نشوفه مع بعض. رامز امير في حمله فرعون، وحمله فرعون عمل دور فيه مشابه لدور فيلم اجنبي اسمه المنطقه 13. بصراحه ممتاز ان انت طلعته بالمنظر ده وبالشكل ده، وانت فعلا ممتاز في تمثيلك وممتاز في لياقتك البدنيه واحسن من ناس كتير ظهرت على الساحه، بس لسه ما خدتش فرصتك. فتحيه جامده مننا لرامز امير ان هو عمل اللياقه البدنيه بتاعته ووصل للمستوى العالي ده منه. بس طبعا في دلوقتي حاجه مع رامز امير، بدا ازاي او انتهى ازاي؟ هنتكلم ونتفرج مع بعض شويه على شويه حاجات من تمثيل رامز امير. ما شفنا رامز امير وتمثيلاته والافلام والحاجات اللي هو مثلها والادوار بتاعته، عايزين الناس كلها تشجع معانا رامز امير وان هو يستمر على اللياقه البدنيه بتاعته ويعمل حاجه بطوله، وبنشجعه من هنا وبنقول شكرا ليك يا رامز يا امير. واحنا دلوقتي بنختم مهرجان الجونه وجينا باللبس الرياضي زي رامز بالظبط، جبت لكم لبس من عندي من البيت وبس ما عنديش لياقه بدنيه عشان اعرف استعرض عليكم، يعني ده لسه بدايه. ودلوقتي بقى ما عنديش طبعا اللياقه البدنيه عشان نتفرج على رامز، انا مش رامز يعني انا صهيب. ودلوقتي بقى مع بعض نتفرج على بنت رانيا يوسف. بنت رانيا يوسف لبست نفس الفستان اللي كانت لابساه رانيا يوسف وعمل مشكله عليه جامده جدا. بس هل المشكله ان رانيا يوسف لبست الفستان ولا ان بنت رانيا يوسف لبست الفستان؟ لا، المشكله في رانيا يوسف. هنتفرج مع بعض على بقى فساتينها كلها في المهرجانات السابقه كلها. Thank you.
وهي طبعا بعد ما فرضنا عمليه يوسف الفساتين بتاعتها كلها لبستها على كل المهرجان في كل مهرجان الصوره دي كتير جدا وفساتين عملت ضجه جامده ومشاكل جامده جدا في الجمهور. هل رانيا يوسف قصدها انها تلفت الانتباه للجمهور ولا هي بتحب تعرض مصمم ازياء جديد ولا بتعمل ايه؟ احنا مش عارفين بصراحه. بس هي المشكله دلوقتي مش في رانيا يوسف ولا في رامز امير ولا في المواقف الغريبه اللي احنا بنشوفها، لا، هي المشكله في انهم نجوم وشايفين ان الموضوع بالنسبه لهم عادي وبيعيشين حياتهم العاديه، بس احنا اللي مش مستوعبين ده. انا كواحد من الناس شغال في التمثيل بقالي فتره بشوف الحاجات دي عادي جدا، بس هي الناس بتستغربها لان الحاجه دي غير طبيعيه. بس دي فساتين عاديه ناس بتلبسها هنا في مهرجان جونه، العالم كله بيتفرج عليها. مش لازم الانتقاد اللي بيجي من الشعب او من ناس بسيطه، فالناس بسيطه مش فاهمه، او ناس بصت من الفستان بكام الف، او ساعه واحد لابسها بمليون ولا مش عارف ايه، هي دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الاخر، هو ده مضمون الحلقه اللي انا بتكلم عليه. ليه احنا بنسيب كل النجوم وبنتفرج على الحاجات السيئه، الفضايح، الساعات الغاليه، الحياه اللي هم عايشينها ازاي؟ لا، احنا مش عايزين نبص على ده. احنا بنتفرج على النجوم فهم دلوقتي طالعين للعالم كله في مهرجان، لازم يشرفونا ولازم يلبسوا احسن حاجه عندهم من اكسسوارات من ملابس، اشيك حاجه عشان الناس تتفرج علينا بصوره حلوه. المشكله مش فينا احنا، المشكله ان في ناس تانية بتبص بطريقه تانية. في ناس في البشر فيها طبع الحقد او الغيره، فبيبص عليه ان هو لابس حاجه كويسه او لابس حاجه وحشه. فاداب واخلاق واخلاقيات احنا مش هنتكلم عليها، لان الفن ليه رساله معينه ودول ليهم اخلاقياتهم وربنا هيحاسبهم عليهم، احنا مش هنحاسبهم عليهم. بس هي دلوقتي المشكله جامده اللي احنا بنتكلم عليها، بلاش ننتقد الناس في لبسهم وفي فساتينهم وفي حياتهم الشخصيه، ونركز في حياتنا ونتفرج عليهم في التمثيل وبس. مش لازم نركز في حياتهم الشخصيه زياده عن اللزوم، دي حياتهم الشخصيه وحياتهم بتاعتهم هم مش بتاعتنا. ودي رساله مني للجمهور كله، بلاش تركز في حياه الفنانين الحياه الشخصيه قوي كده. ركزوا في الحياه العامه. وزي ناس كتير بتنتقد رامز، ورامز ما عملش حاجة غريبة، في نجوم كتير عملوا الحاجات دي، تعالوا نشوف مع بعض. في نجوم عالميين عملوا الحركات دي وفي مهرجان، ما عملوهاش في فيلم ولا حاجة، لا، ده عملوها في مهرجانات عالمية. وشكر خاص للمشاهدين وللجمهور، وكان معكم صهيب بركات، وما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.